عدم وجود قفشه او ما فيش لاعب يقدر يمسك الملعب، وبالتالي عملت الاستحواذ، وبالتالي جزئيه الهجوم انت مش عارف تعملها بسبب ده. طيب انت كمنتخب مصر، منتخب كبير، ازاي يخش فيك هدفين؟ وايه السبب في الاختراقات اللي حصلت من منتخب انجولا لدفاعات منتخب مصر؟ كابتن، وجهه نظر كابتن رضا. اللعيبه بالذات اللي هم الاثنين اللي في القلب، النني والسوليه، امبارح كانوا في حاله توهان. لا بيضغطوا كويس ولا بيباصوا كويس، لان زي ما انا قلت لك مفيش الراجل اللي هو هيسلموه. لان صلاح كان ممسوك، وطبعا شريف ممسوك، وطبعا مع مصطفى محمد ممسوك، فانت عايزين الراجل اللي هو المتحرك اللي هو زي قفشه. ماشي. طيب هو لو الونش ما لعبش يبقى مبان بالشكل ده؟ هو لازم الونش يعني يبقى موجود؟ طب هو الراجل كان موقوف. المشكله في فرده كابتن، ما كده كده وضحت الرؤيه بقى، يعني كده الونش اثر امبارح في الديفنس. بس برضو الجونين جايين عن طريق ان في خلخله من نص الملعب اصلا. الجون الاولاني شوف الراجل الاشول ده عمل ايه، وبعد كده طلع الباك رايت وراح على ال 18. اين النني واين السوليه؟ مش ده الراجل اللي بيلعب في نص الملعب؟ فين الاثنين دول؟ فالكره بتتعمل، ايمن اشرف بيطلعها بيمينه، فطبعا لازم تروح للراجل ده. فين بقى هنا الناس اللي بتعمل؟ ايمن اشرف كان المفروض يطلعها بطريقه مختلفه. لا طبعا، لان هي جت في رجل فتوح. كروس هو بيتعمل جت في رجل فتوح في غير اتجاه، فكان ايمن سبق، فهي جت ورافه بيطلعها بالرجل اللي هي اليمين، فطبعا لازم تروح بالشكل ده لان مش على عدلته. فطبعا عندنا الاهداف اللي جت في منتخب مصر يا جماعه بعد اذنكم، بس كابتن رضا كده يعلق عليها. فطبعا جت للراجل استلم وقام جاي حاطط بطن رجله في البعيده جون، لان شايف الجون وشايف ان الدنيا مفتوحه قدامه. الجون التاني ضرب الجزاء، ولازم اكرم بعد كده في الحته دي يا كابتن. ما يتغفلش الهدف الاول اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن. اولا احمد حجازي كان بيحاول، هو اللي على الارض ده النني يا جماعه، صح؟ عشان بس انا مش بص ما دي بعد ما الراجل استلم وبدا يحطه ابتدى يحط رجله. لو يعني عندكم بص الاول المساحه كان قد ايه، شوف هو مستلم منين وظبط ازاي، وبعد كده وهو بيحط الكره النني راح يرمي نفسه. انما لو هو قريب منه بخطوه مش هيخليه يعمل الكلام ده. دي حاجه. تاني حاجه الجون التاني اكرم ضربه الجزاء، انت عارف ان الحكام الافارقه هناك يعني بالذات في الماتشات اللي بتبقى على الملاعب اللي هي بتاعتهم بيجاملوا، بس هي ضربة جزاء لسبب، لان الراجل لمس رجله، لمس لمسه، واخد بالك؟ فاكرم ما يفكرش ان بيلعب في الدوري المصري، ان في حكام هنا مش هتدي الكلام ده. فانت مفروض عارف ماتش بره وماتش قوي زي ده وانت مغلوب 1-0، يبقى هو كده هيجيبها جون؟ ما كانش هيجيبها جون. هو لو كمل معاه مش هيجيبها جون، كبير وعاملها بالعرض. ولو شاطها يشوطها في الضيقه الشناوي هياخدها، واخد بالك؟ هو لمس في اللحظه، لو انت بتقول يا كابتن هو لمس لمسه. هو لمس، هو لمس، وهو يعني اللاعب خلاص يعني كانت هتضيع منه اصلا. ايوه، ما انا بقول لك لو هو تعزق على اللمسه دي، ايوه، لو هو سابه بقى وكده خلاص مش هيعمل بيها حاجه، لان كان في حجاز بيعمل التغطيه من وراه. فهو بقى بيتغاشم شويه اكرم، فبنفكر ان هو بيلعب في الدوري هنا ان الحكم مش هيديه. لا، هم هناك تيت على طول، مفيش الكلام ده. احنا بقى طبعا الشوط الهدف اللي جه اهو، انت بتتكلم على النني ما موجوده كانت مثلا في الاريا دي ايوه ده دي في الثانيه، ايوه في الثانيه. ما خلاص ما كانش موجود فيها، لا كان متاخر. وعقبال ما الراجل استلم وظبط نفسه وبيحطها هو بدا يروح يرمي نفسه. بص يعني ادي 1 2 3 2 4، بس مش دي الكرة الوحيدة اللي تم الاختراق يا كابتن من الطرفين؟ ايوه عندنا، ولا وفي كذا كرة برضو الاختراق من العمق برضو كانت موجودة، والكرة اللي اتشاطت والشناوي صدها اللي عملت باند قبليه اللي صدها وبعدت عنه، ولو حد مكمل كان هيجيب جون. والشوط التاني برضو الشناوي اللي طلعها من المقص، ده هدف النني طبعا، ومن خلال التعامل هو هنا الهدف ده، الهدف ده يعني صلاح يعني عاملها زي ما الكتاب بيقول. ومحمد شريف ما طمعش ان هو ممكن يحطها، ومش على عدلته، فسابها ونط، نط له. نط عشان ان النني جاي وشه هو للجون، عشان كده دخل الجون. صلاح عليه 2 اهو، بص يا كابتن صلاح بيلعب عليه 4 مش 2. يعني الباك ليفت والمساك اللي وراه، وعندك قدامه الهاف اللي قدامه، وعندك كمان اللي هو الوينج اللي بيلعب بيرجع على صلاح.
فده يكون في عونه يعني. طب هدف منتخبنا التاني كابتن برضو يعني، ما احنا عندنا لما ابتديت تعدل الكفة شوية بقيت تروح، اكرم توفيق دايما كان هو واحنا بنتكلم على احمد فتوح دايما كنت بتلاقيهم على طول طايرين بقى في الشوط التاني كابتن بشكل اقوى، ده الهدف يعني. هو يمكن ماشي شوية فرقة انجولا ادى مساحات ان هم بالذات لما بقى يحطوا الكرة على الارض يا فاروق يعني دايما كنا بنحطها من حجازي لايمن اشرف ويحطها لفتوح فتوح، الحاجات دي بتدي ثقه للعيبه. فعشان كده هم بداوا يرجعوا ويبقى في تقهقر ليهم ورا، فاداك فرصه ان يطلع فتوح ويطلع اكرم والجون كمان اداك ثقه يعني، الجون اللي جه في اخر ثانيه ده اداك ثقه، بس كان لازم التغييرات بقى تبقى مش تقدر تكسب يا كابتن تكسب، ما لو عمل التغييرات بقى قفشه ومصطفى فتحي واخد بالك وعمل الضغط عليهم من قدام، لا الدنيا كانت. طب يعني نزول احمد ياسر ده ما كانش في صالح المكسب؟ لا لا لا، ده بقى نازل امتى؟ ده نازل وبعدين انت لو انت هتلاعب ما تلعبش مروان حمدي اللي لسه حديث العقد، وتلاعب واحد زي احمد ياسر اللي لعب منتخب اولمبي ولعب في الاولمبيات وجاي لك من تركيا وبيهدف يعني، ده اللي يلعب لو انت عايز تلعب، بس انت لازم كنت تلعب شريف راس حربه وتنزل حد ناحيه الليفت يخف الضغط على صلاح. وطبعا لازم وجود قفشه ده مليون في الميه. طب انت في حاله يا كابتن لما قدرتش تسيطر على الاستحواذ والكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه في فكره الاستحواذ، المفروض التعامل التاني مش مفروض في سيناريوهات، انت مثلا عندك فريق ضاغط عليك بس مش عارف تستحوذ، في الحاله دي انت كمنتخب او كفريق تعمل ايه؟ لازم انزل معلم مالهاش حل، حتى لو نزلت المعلم مش عارف تستحوذ، لا يبقى خلاص بقى، يبقى انا بقى اروح اخد شنطتي واروح. بص يا فاروق انت لازم صانع الالعاب ده لازم يكون موجود، لان هو اللي بيفتح لك كل الحاجات اللي مقفوله في الفرقه الثانيه، هو ده اللي بيعمل لك الباص، هو ده اللي بيوقفك على رجلك، هو ده اللي بيرقص ويحط لك للي جاي، هو ده اللي بيديك ثقه، فانت ما عندكش الكلام ده فمش هتستحوذ. امال هما بيلعبوا دايما صانع العاب ليه؟ هو النادي الاهلي او نادي الزمالك لما بيكون كويس قوي بيكون قفشه كويس قوي، او الناحيه الثانيه كان بيبقى فرجاني ساسي او اشرف بن شرقي او انت واخد بالك، فهم دولت اللي بيخلوك تمسك الكوره ويدوك الثقه. حتى لو انت بتلعب اقوى فرقه في العالم ما تخافش، انما ده بيلعب الثلاثه شكل بعض، هو منزل حمدي فتحي عشان كان مفكر ان هم هيبقوا زي الشوط الاولاني والنتيجه هتزيد، فقال لك اقفل نص الملعب بثلاثه بندرات، انما انت خسران احنا كويس. انت ما رحتش تاني بعد الكره بتاعت اكرم، انت رحت تاني غير كره محمد شريف؟ لا، اللي عملها بمجهود فردي. ده احنا بنسال الله في حق ان شو اسمع الكلام، من يتحمل هدف كابتن الاولاني؟ انا مش هتكلم على ضربه الجزاء يعني، كله يتحمل الديفنس ونص الملعب كله يتحمل. بعيد؟ لا لا بعيد، الكره اصلا ده راح في مكة صعب. لا لا، انما الديفنس ونص الملعب الاثنين بتوع نص الملعب والديفنس. هل المرحلة القادمة، سيبك من ماتش الجابون بقى كابتن، تتحمل أي أخطاء بالشكل ده؟ لا طبعا، أنت لو أنت عندك ماتشين بعد كده مع المستوى الأول لازم تكسب الماتشين عشان توصل، صحيح، أو تكسب ماتش وتتعادل الماتش. بس بالشكل ده لا، نخوف تخوف وأنا بقول لك أهو الوقت كافي يا كابتن إنه يغير حاجات كتير. مش هيغير، أصل الراجل دلوقتي مشكلته إن لما بيعمل حاجة كله بيطبل له، ما ياخدش قفشه ومحمد شريف كله طبل له، ما ياخدش طارق حامد ورمضان صبحي. الناس بتسميه ان هو بيوصل رسائل. رسائل ايه ولا عنده رسائل ولا نيله؟ عزيز يعني. عزيز ايه؟ عزيز ايه؟ هو انت دلوقتي قول لي ايه الجرم اللي عمل رمضان صبحي وابراهيم عادل؟ زيزو هنقول مثلا كان في وحش في ماتش القمه؟ ماشي، بيقرص ودنه؟ ماشي. طارق حامد ان هو مثلا لعبه بيبقى فيه فاولات كتيره عشان ما يعملش فاولات كتيره؟ ماشي. طب الناس اللي بتعمل الحلول دي ما خدتهاش ليه؟ والراجل جايب لك جون. الراجل اتصاب. انت مش عايز رمضان صبحي، ما في احمد رفعت. امال انت خدت احمد ياسين اللي الناس عماله فرحانه، لا 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 ده بياخد وجوه جديده، طب ما بيلعبهاش. خد مروان طب انت خدت مروان حمدي. لعب زي ما لعبش، بس مش غلطته. وانا قلت لك اهو. برضه الراجل جايب ثلاث اجوان في الدوري فاخده. طب ماشي، بس هل لما تيجي تقيس هو اللي احمد ياسر لو انا جيت اغير مين اللي يلعب؟ خلي بالك احنا بنقول ان هو بيعتمد على المحترفين، فالطبيعي ان هو يعتمد على احمد ياسر. لا، واحمد ياسر جايب مش عارف ثلاث اجوان في الكاس قريب، وجايب مش عارف دوري تركي، دوري قوي جدا طبعا، وبيهدف ورجليه في الملعب. فمفروض مين الاولى؟
ده مثلا طب انا هسالك حاجات كتير، في حاجات كتير ربنا يستر. هسالك